فيك ما تاكل اختي الرفيسه اليوم؟ اجي اختي نشعملوا هاد الدجاجه ونديروا لك اختي واحد القصريه ديال الرفيسه شهيه يا اختي. الكسكسو اختي راه عاد كلينا، راه كيف ما شات السيمانه عاد كلناه يا اختي، محلفه عليها. نط البارح ملي جيت من الخدمه جبت اختي هاد الدجاجه، راه هاد الكونجلات. يلا الزين ديالي، اجي اختي نشعلها، نحيد هاد الماء نشعلها عاد اختي باش ندوز نفطر. بسم الله. اول حاجه بعدا كنحكو هنايا الثومه، ها هي الثومه. اصلا عندنا نطيب فيها الثومه، الثومه كركوبه راك شومي البنات اللي عارفينها، عارفين الرفيسه ديالي الثومه كنطيبها مع العدس بوحدو، ولكن في الدجاج في التشرميله ضروري اختي نشرمل الثومه. ويلي صاحبتي كاينه شي طيبه كبيده بلا ثومه؟ ايوا قولي لي كوسرك ما درتيش طابليه. انا غادي نديرها اختي اكوني هانيه، وليت نحطها وليت اختي نحطها هي الاولى من كثر اختي ما داز صافي. عرفتي صبحه واحد الشميشه برا خاصني اختي عاوتاني نقلب هذا الشيء هذا كامل. صافي نحك هنايا التويمه ديالي. ها يا نيس واخ هنايا اختي قربي تسالي ليا راس الحانوت، بالحق جاني واحد راس الحانوت من المغرب. نعم واخا عيط على باباك، ساعيط على باباك واخا نقول لبابا. قلت لكم جاي واحد راس الحانوت جايني من المغرب ان شاء الله، داك الساعه عاد غنوريه لكم. درت هنا راس الحانوت اختي، راه مكاينش رفيسه بلا راس الحانوت والزيت البلديه والحلبه ضروري ومؤكد. كاين جبير خرقوم ديرو اختي بزيره، شويه ديال الملون اختي. شوفي كيبقى اختياري انا كنديرو، بغيتي اختي انت ما ديريش ما ديريش وهني راسك. المهم اختي انا ما عزتش عليا الماكله تكون بيضه ابدا ابدا، ضروري كتعجبني اختي الماكله صفراء. واصلا اختي راه كلشي كيطيب، كيفوت واحد الدرجه الحراره راه كلشي كيولي هو هذاك. المهم ديروا لنا شويه العطريه ديال الدجاج حتى هي، هذه العطريه ديال المراكشيه، مراكشيه سطور. ندير اختي الماء يا بسم الله. هنا راه حطيت مقطع، قبل ما نبدا ندير نقطع الخيط اللي غادي نلوي به الرجيلات. صافي نضرب هنايا الصدر حتى هو باش كل شيء تشرمل. دابا هاد الدجيجه غادي نخليها تشرمل ليا هنايا مزيان مزيان. انا اختي العبيه راه شاده هنا بلاستيكات باش ما نوسخش، زعما كنخليها كما قلت لكم تشرب ليا شويه مع هاد الثومه والعطريه، وندوز نعجن العجينه ديال الرفيسه راها باينه. ايوا خوتي خليك معايا. قربت اختي نشد الكونجي، ما تضحكيش عليا، تقولي لي كوزر كيفاش انت عاد خدمتي البارح وغادي تشدي عاوتاني الكونجي؟ غادي نقول لكم بعدا باش نقول لكم اليوم الجمعه والسبت ما كنكونش خدامه. شحال هذه كنا كنخدموا 4 ايام، دابا رجعوا لينا كنخدموا 5 ايام في السيمانه. دابا اختي راه اليوم رانا روبو. غتقول لي كيفاش تشدي الكونجي؟ نقول لك الحلبه ديالي ملي دخلت البارح والنهار الخميس دست الاداره بعداك عطاوني هذا الوراق ديال الكونجي، قال لك بعداك خاصك تحيدي علينا لعل الكونجيات ديالك، حيت كنتسال الكونجيات. عندي تقريبا 20 يوم ديال الكونجيات، هادو ديال العام الاول كنتسالهم، وديال هاد العام كتاخديهم العام الجاي. واش تاخديهم دابا؟ ضروري قال لك تحيديهم دابا. قلت لهم بسم الله توكلنا على الله، ياك اختي مخلصين فيها ناخذ اختي الكونجيات ديالنا، علاش لا؟ دابا ان شاء الله راه قربت اختي نشد عاوتاني، ناخذ سيمانه بسيمانه ولا ناخذ 20 يوم كامله، يعني انا واشنو بغيت، انا واشنو بغيت ناخذ. هي اختي هذا الشيء اللي كاين. هنا راه عجنت كبيده العجينه ديال المسمن ديالي، غير هي فات لي فيها شويه بالماء في الترموميكس. انا ما كتعجبنيش العجينه تكون خفيفه هذا المسمن، حيت ملي كتجي تلقيها كتبدا كتقطع، ماشي بحال كتكون شاده راسها، ملي عاد كتزيد ترتاح كتجيكم هي هذيك. صافي العجينه حقها شنو كندير فيها، حيت بزاف كيكون قايت فيها الكلمه على العجينه ساهله البنات. درت فيها والله الطحين عيني ميزان، هنا كان كيلو ديال الطحين تقريبا، راه فت نص كيلو ديال الطحين، ودرت فيها واحد تقريبا نقولوا واحد الكاس ولا جوج كيسان ديال الفينو في كثر من نص كيلو ديال الطحين. حيت ديما في الملاوي ولا في البطبوط ولا في هذا كثروا الطحين على الفينو، كثروا الطحين على الفينو. الا كنتي مثلا دايره جوج زليفات الفينو ديال الطحين، حاولي ديري نص زلافه ولا فيه نص زلافه شويه ديال الفينو.
باش كيجيكم الملاوي ولا كيجيكم راكشو. تبارك الله داكشي اللي كنصاوب معاكم راكشو تبارك الله. السفنج ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شكرا لكبيدات كلشي اختي مصايبات ليا التطبيقات ديال السفنج شوف الانستغرام قسما بالله. كبيدات انا كنحط لي شاك جوغ شاك جوغ تقريبا كنلح 10 حتى 20 ستوريات في الانستغرام. كنشارك معكم شي حوايج اللي ما كنشاركوش في تيك توك. اللي بغات اختي تدخل عندي الانستغرام ديالي هو كوثر شانيل. كوثر شانيل راه فيه نفس التصويره اللي دايره لكم دابا في البروفايل نفس كبيدات. انا نخليها لكم اختي مكتوبه هنايا كوثر شانيل. اللي بغات اختي تدخل الانستغرام تبارك الله تبارك الله يا اختي ما شاء الله قربنا اختي نديرو 100000 في الانستغرام. ايه دابا اختي واقيلا عندي شي 80000 عندي شي 80000 تبارك الله كبا يا شيخه. لا حبيبات ديالي هادشي كامل بالفضل ديالكم قسما بالله. الهلاي خطيكم عليا الهلاي خطيكم عليا الناس اختي تصبح ناعسه وانا نصبح عاوتاني على الخبيز على الصباح. غتقولي كوثر وانت اللي بغيتي ايوا اختي عاوتاني راه الشهوه ديال الناس شي فهاد اوروبا وزيد عليك فراسك اللهم نطي وطيبتيها وقديتيها. والله اختي لا دخلها عليك شي واحد من غير اللي كيكون اختي عندهم الحباب والصحاب والعائله قرابين راهم شويه. وكاينه مسكينه اللي كتكون غير بوحدات ولد غير بوحدات نفس غير بوحدها. ايوا اختي ربي معاك هادشي اللي غادي نقول لك. ايوا اختي كما طلبتي مني كوثر شاركي معنا النصيب ديالها الرفيسه الدجاجه اختي من بعد ما تشارملات وتمرمدات مزيان درتها في الكوكوط درت الحلبه. انا ضروري اختي ندير داك المعلقه انا واخا ما كناكلش في الحلبه ولكن كتعجبني داك النسمه ديالها في الرفيسه حيت الحلبه هي الرفيسه. جوج ديال البصيلات قبيطه ديال القزبر ومعدنوس. هنا راه كنت كنهضر مع المزابي حيت شحال وحده كتقول لي علاش كتبقاي تعوجي فمك راه كنكون مزربه الفيديو اختي رانا مزربه الفيديو يا والله. صافي غادي ندير هنا شويه ديال المرقه. انا كنزيد شويه ديال العطريه باش هكا ما كتجيش عاوتاني المريقه ما تجيكمش باسله اختي. انا راه كيعجبني البنه في العطريه وكتعجبني الحاجه تكون مقومه ما يكونش اختي غير الماء والزغاريت. هنا المزابي هو تفكرني حتى هو بقهيوه راه جالس كياخذ قهيوه ديالو هكا كنتلفو انا وياه مره يشد فيا مره نشد فيه مره يضحك عليا مره نضحك عليه. والحياه تستمر كذب عليكم الكذب اللي يقول لك الحياه الزوجيه ما فيهاش مشاكل راه كلشي بخير. ضروري اختي من نقاشات استدامات ولكن الانسان هو اللي يعرف كيفاش يتجاوز المشاكل ديالو. صافي درت اختي السمينه زويتها بلديه وكنزيد نفس العطريه شويه الخرقوم شويه بزيره سكينجبير عطريه دجاج شويه ديال راس الحانوت وسمينه خلاص. والعدس رانا كنطيبها بوحدها نفس العطريه كنطيب بها العدس مع راس ديال الثومه ومزود الحار. ما كنبغيش ندير العدس في المرقه باش ما تطرغدنش ليا العدس. هنايا في اوروبا هو كطيب دغيا 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 الا خليتوها مثلا مع الدجاج كطيب ما تلقاو ايولي لكم داك الشيء كامل ايولي حريره من غير الا بقيتي هكاك مقابله. انا كنفضل هكا كنطيبها العديسه نطيبها بوحدها. صافي هنا الدجاج من بعد ما تشحر ليا غادي نزيدو الماء نمرقو مزيان ونسد عليه يطيب. وهنا راه غادي ندير بيضات يتسلقوا كما قلت لكم العديسه حتى هي مع داك الثومه ومزود ديال الحار ندوزو اختي نطيبوها بوحديتها. السر باش تجيك الرفيسه مسقيه مزيان ديري البلول هو الاول عاده ديري الطبقه الثانيه ديال الرفيسه وسقيها مزيان. كنعرفوا يعني المسمن الا ما سقيتيش مزيان يعني كيبقى ناشف. وكما قلت لكم الرغيفات ديالي طايبين ما كيعجبونيش الرغايف هكا كيكونوا خضرين ولا بيضين هكا كيعجبني الرغيفات يكونوا طايبين. صافي كنعاود هنايا طبقة ديال المسمن ما نقول لكش اختي راه واحد الكسعة ما شاء الله. الكبيدات ديالي شوفوا حاطه لكم هنايا هاد لادريسة هادي اللي غادي نتلاقاو فيها لودوز ماي ان شاء الله لودوز ماي كبيدات نتلاقاو في هاد لادريسة هادي. والله اخوتي ما غادي تندمو غادي نضحكو غادي نشطو مع بعضياتنا غادي ندوزو واحد النار يا اختي غادي نخرجو فيها اختي الاكتئاب ديال العام كامل. غادي يكونوا الدقيقيه غادي تكون نقاشه غادي يكونوا الالعاب ديال الوليدات يعني اجي انتي وليداتك انتي والزوج ديالك انتي وعقوسك انتي ولوسك اجي اختي جيبي العائله كامله. الدخله بالنسبه للكبار غير جوج الاورو الصغار كبيدات راه ما غاديش يخلصوا. واهم حاجه غادي يكون واحد ستوند فيه مصريين فيه جزائريين فيه توانسه فيه المغاربه لاسي اينوكسيدا بالجلال بالقفيطنات ديالهم الماكله الحلويات المغربيه تكون كتباع الحلويات الجزائريه
وزايد البنات ديري لكم دي بروموسيون، ديري لكم صول بمناسبه يعني قرب الصيف، وهذه هي الوقيته وهذه هي الهميزه الا بغيتي تقضي اختي الصيف. المهم كبيدات غادي نكونوا في هذه الدريسه هذه في بوبيني من 10 ديال الصباح الى 8 ديال الليل. اجي يا كبيده اجي اختي، انا راه نكون حاضره معكم، غادي نقيل معكم النهار كامل تما وندوزو اختي واحد النهار مع بعضياتنا، وغادي يكونوا بزاف ديال البنات. المهم والله كبيده ما غادي تندمي، غادي يكون بالحد ان شاء الله. وشوف اختي انا ضربه الطريق عليك الكبيده باش نتلاقى معاك. ايوا نتلاقاو اختي لو 12 ماي ان شاء الله في هاد الادريسه عند الكبيده ناصيره. ايوا اختي بصحه غداكم. بلا ما تعذبي راسك وتكتبي في الكومونتيرات كوثر كولي بلي منيه، كوثر علاش كتاكلي بيدك؟ بلا ما تعذبوا راسك رزقك كناكل بلي منيه، راه الكاميرا كتصور بالوقت. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كاين اختي شي رفيسه بلا بلا يد. بسم الله هاهي بلا يد. هو كياكل بلا يد كيعرف كيعرف. انا نو بالخصوص الرفيسه، الرفيسه والكسكسو الا ما تكالوش باليد بحال راك بحال راك ما كلتيهمش. هادو المغاربه الحرار اللي كيعرفوا بالعيالات اكثريه سجل كياكلوا بيدهم، ولكن الاغلبيه الاغلبيه العيالات اللي كياكلوا بهم ما كنعرفش ياكلوا بيدهم. انت ما كتعرف واحد واحد رفيسه واحد ما حيت من هادشي كامل كل بيدك ولا برجلك. المهم حنا خصنا ماذا هادي واحد اللي مزعبه والله على الحاله. دابا المشكل كون ما درناش نقول لكم ما درتي لناش الحار ما درتي لناش، وهي على كل حال وانا جاي بلاتي نفرش لها لو جاينا هي حدايا. ياك بنتي كي جاتك واعره واعره شكون اللي شغلك الا بنتك؟ بنتي مسكينه الله يعطيها غدا واعره. يقول لك عاوتاني كتاكل بالمعلقه ما كتطيح حبيبي ماشي انا، انا والله ما كنحيد كان كاني باش ما طيحش ليا. انت كندير لها هكا كياكل لي سباغيتي. هادي راه فيسا نوض تعوم، هيا دي يدك وجهي تعوم. قلت لها خليني نقضي الغراض تجي ديري بالك معاهم وبقاي حاضي. هذا قال لي انا ما كنتسوق حتى واحد. مزابي فيها القاعده ما يتسوق ما والو. كياكل كيدير خاصني نسكت خمسه او ثاني تخرج عليا بشي حاجه. الله ما نسكت عرفتي سكت ايوا سكت حسن لك نسكت. ايوا بصحة غداكم جمعة مباركة ونتلاقاو من بعد ان شاء الله.